هناك الكثير من الشجعان الذين حفروا لأنفسهم مكانة خالدة في التاريخ، ولكن قليل منهم من استطاع أن يصمد طويلا جدا ويحارب حتى جيوشا كاملة للدفاع عما يؤمن به. نقدم لكم اليوم 7 من أكثر المقاتلين شجاعة وتصميما على مر العصور، مقاتلين لم تسمع بهم من قبل. أنيبال ميلهايس، الجندي البرتغالي أنيبال ميلهايس الذي ولد عام 1895 يلقب بجندي الملايين، ويأتي هذا اللقب من الوصف الدائم له بأنه يساوي مليون رجل، حيث كان يتمتع بالشجاعة والمهارة مما جعله الجندي الحائز على أكبر عدد من الأوسمة والميداليات خلال الحرب العالمية الأولى. وحدثت أشهر مواقف ميلهايس خلال معركة جورجيت، حين تمكن من إعاقة تقدم المدافع الألمانية وحده عن طريق إطلاق النار بشكل مستمر من مدفعه الرشاش حتى يعطي الوقت لبقية الجنود بالتراجع. وبالفعل استطاع تعطيل المدافع الألمانية، كما تمكن من قتل عدد كبير من جنودهم على الرغم من أنه كان يواجه إطلاق النار الغزير. وفي النهاية قرر الألمان التراجع، ووجد ميلهايس نفسه وراء خطوط العدو لمدة 3 أيام، لكنه تمكن من إنقاذ أحد الجنود الإسكتلنديين من المستنقعات، ووصلوا في النهاية إلى منطقة الحلفاء. وبعد عدة شهور من هذه المعركة تمكن ميلهايس مرة أخرى من الوقوف وحيدا أمام هجوم ألماني مشابه، حتى يسمح لإحدى الوحدات البلجيكية الحليفة بالتراجع بأمان إلى خندق دون وقوع أي إصابات. فايكينغ ستامفورد بريدج. حدثت معركة ستامفورد بريدج في عام 1066، عندما كانت جيوش الفايكينغ تحاول غزو الساحل الشرقي لإنجلترا التي كان جيشها يتكون من 15,000 جندي قوي يواجه 9,000 محارب في جيش الفايكينغ. وظهر في هذه المعركة أحد محاربي الفايكينغ الذي أمن لنفسه مكانا في التاريخ على الرغم من أنه مجهول الهوية، حيث وقف هذا الجندي وحيدا أمام الجيش الإنجليزي لأكثر من ساعة حتى يعطي الفرصة لجيش الفايكينغ بإعادة تنظيم صفوفه. وقتل هذا البربري المجهول أكثر من 40 جنديا إنجليزيا بفأسه النرويجي الذي كان يحمله خلال المعركة، وظل يقاتل إلى أن قام أحد الجنود الإنجليز بالنزول تحت الجسر وطعنه في فخذه برمح مما تسبب في قتله. وللأسف كانت تضحية هذا المحارب العظيم عبثا، حيث تمت هزيمة الفايكينغ بعد ذلك بوقت قصير. بن سالومون، بنجامين لويس سالومون، عاش في الفترة ما بين 1914 وحتى 1944، وهو طبيب أسنان تم تعيينه طبيبا جراحا في الجبهة خلال الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من أنه طبيب فقط، لكنه رفض الهروب عندما تمت مهاجمة محطته الطبية خلال معركة سايبان من قبل الجنود اليابانيين، حيث أخذ بندقية M1 وأمر العاملين في المستشفى بأن يقوموا بإخلاء الجرحى بينما يقوم هو بتغطية هروبهم. وبالفعل نجح في إعاقة تقدم اليابانيين، حيث قتل ما لا يقل عن 98 جنديا منهم قبل أن ينجحوا بقتله. ديان وي. ديان وي واحد من الجنرالات لحاكم شمال الصين في عهد الممالك الثلاثة كاو كاو، وكان مشهورا بقوته وشجاعته، حيث قاتل في العديد من المعارك للدفاع عن شرف حاكمه، وكانت آخر بطولاته خلال معركة وانغ تشينغ عام 197، حيث وقف عند مدخل قلعة وان من أجل أن يمنع دخول جنود الأعداء لفترة من الزمن، واستطاع ديان وي سد المدخل أمامهم وقتل حوالي 20 جندي منهم، لكن مجموعة أخرى دخلوا القلعة من اتجاه آخر وهاجموه من الخلف، وفي النهاية تم قتله بعد أن تلقى طعنات عديدة. سايتو موساشيبو بينكي. سايتو محارب ياباني عرف بإخلاصه المتفاني في خدمة سيده الحاكم العسكري ميناموتو نويوشي تسورا، كما عرف عنه قوته الشديدة، حيث كان يستطيع سحق رأس عدوه عن طريق الضغط عليها فقط، وكان يتقن استخدام 9 أسلحة مختلفة. رافق سيده ميناموتو عندما أصبح مطاردا من قبل الإمبراطورية حتى تمت محاصرته في قلعة كورام أوغاوا عام 1189، وفي ذلك الوقت قرر ميناموتو الانتحار على الطريقة اليابانية القديمة، مما جعل بينكي يقف على البوابة الرئيسية للقلعة لمحاربة جنود الأعداء حتى يعطي الوقت لسيده بتنفيذ خطته. وظل بينكي يقاتل إلى أن أدرك الجنود بأنهم لا يستطيعون قتله عن قرب،
لذلك قرروا رميه بوابل من السهام التي تسببت بالفعل بقتله، لكنه نجح في مسعاه، حيث كان ميناموتو قد قتل نفسه بالوقت الذي وصل جنود الأعداء إليه. جون ماكيني. تلقى الجندي الأمريكي جون ماكيني وسام الشرف في الحرب العالمية الثانية لشجاعته خلال حملة استعادة الفلبين من القوات اليابانية في عام 1945، حيث كان يأخذ قيلولة عندما شن 100 من الجنود اليابانيين هجوما مفاجئا على موقعه، لكنه لم يتردد في إطلاق النار عليهم مستخدما فقط بندقيته الحربية من نوعية M1 جراند. وعلى الرغم من أن ماكيني كان يقف وحده ضد موجات من الجنود اليابانيين، إلا أنه تمكن من إحباط هجومهم المفاجئ، حيث قتل حوالي 30 جنديا منهم، مما جعلهم يقررون الانسحاب. سيمبرونيوس دينسيس. سيمبرونيوس دينسيس واحد من الحراس المخضرمين للإمبراطور الروماني غالبا، ويذكر التاريخ الحارس سيمبرونيوس كواحد من أشجع المقاتلين وأخلصهم، حيث قام بالدفاع عن الإمبراطور بمفرده خلال الانقلاب عليه بعد أن هجره معظم حراسه الشخصيين وانتقل الباقي منهم إلى المحاربة مع الجانب الآخر. ووقف سيمبرونيوس أمام جيش كامل من الجنود الرومانيين المتمردين للدفاع عن رجل كان بالكاد يعرفه، وانتهت وقفته الشجاعة عندما تم طعنه في الجزء الخلفي من الركبة، مما ساعد على قتله بعد ذلك بسهولة. وفي النهاية تمكن جيش المتمردين من الوصول إلى الإمبراطور غالبا الذي قطعوا رأسه ووضعوها على رمح لاستعراضها في جميع أنحاء المدينة.